اليوم نبغى نتكلم عن العلاقات السامة. العلاقات السامة يعني سم يعني سم. طبعا جتني رسالة من واحدة من صديقات تقول يا دكتورة تكلم عن العلاقات السامة، يعني كل العلاقات اللي حولي يعني كذا يعني يجرعوني السم. فأنا قلت لما احنا نسأل ايش يعني العلاقات السامة، ايش يعني هذا السم، ايش يعني؟ في الغالب انت تقدر تقول عن هذه العلاقة انها سامة لما تحس انك انت حصلت على شيء سري سلبي، زي السم. يعني مثلا لما في حية تحط سم في شخص، هو مو شكل من اشكال المضاربة، مو شكل من اشكال الهجوم، مو شكل من اشكال الخلاف الحقيقي الواضح، مو خلاف. فهذا يخلي نقول ان العلاقة كأنها فيها سم، كأن هذا الشخص يرسل لك سم، فانت يعني ما انت شايف يعني مضاربة عشان تطب الضارب، ويعني كأنه الشخص اللي يرسل لك هذا السم يقدر يطلع من الموضوع زي الشعرة من العجينة، يقدر يعني يبري نفسه ويطلع نفسه يعني ما سوى شيء ولا سوى مشاكل. فالعلاقة السامة هي علاقة انت متورط فيها، بلشان فيها، حولك شخص يرسل لك هالطاقة السلبية بطريقة مو واضحة كثير، فأنت تظل يعني يا إما أنك كاتم غضبك، يا إما أنك تبغى ترد يعني بطريقة ويطلع شكلك يفشل ويطلع شكلك، لأنه الشخص هذا ما هاجمك ولا سوالك شيء، يا إما أنك تقوم وتسوي نفس السم، تقوم تبدأ تكيد بنفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس السلوكيات. يعني مثلا خليني أقول لك سلوك يمكن بعضكم شافه أو عاشه كمثال، نقول إن هذه علاقة مسمومة. هذه بنت خلنا نقول أسمرانية، لابسة فوشي ورايحة للزواج، العرس، الحفلة. دخلت الحفلة طبعا مبسوطة بفستانها، مبسوطة بكشختها، ودخلت بعدين سلمت على مجموعة أشخاص، واحدة منهم فيه هي بينها علاقة مسمومة، بينه علاقة مسمومة أو سامة. فهذه السيدة قعدت تسولف عادي طبيعي، بعدين تقول لا عادي إذا جتك واحدة سمرانية ولابسة ألوان فاقعة يعني يطلع شكلها ما أعرف إيش، تعلق تعليق يعني تراني أنا ما قصدتك، تراني أنا ما سميتك، تراني أنا ما قلت اسمك، يعني تراني أنا بس يعني رمت هذا التعليق أو هذه الفكرة عشان تبغى ترسل هذه الطاقة السلبية لهذه المرأة. يمكن هذه المرأة فرحانة بنفسها وفرحانة بفستانها وتحس انها يعني احسن واحدة في الحفل، بعدين يعني حست انه دمها قام كذا يغلي، حست انه يعني ايش سوي؟ ارد عليها؟ ما قالت انا اضاربها، العالم بيضحكون علي ما تكلمت عني، فش الحل؟ شو اسوي؟ خلني اعلق على فستانها بطريقه ما، خلني اقول هالطريقه او ارد بهذه الطريقه. فهنا يعلق الواحد يقول انا وش اسوي، انا كيف اسوي، انا هل ارد بهالطريقه او هل ما ارد بهالطريقه، اي من تحت لتحت على قولتهم. طبعا النقطه المهمه اللي احنا مهم نعرفها عن هذه العلاقه السامه، انه الشخص اللي يقوم بهذا الاسلوب، اول شيء هو عنده نقطتين مهمات. اول شيء هو لا يريد الخلاف والمواجهه قدام الناس، ما يبغى، يعني هو ما يبغى يكون الشخص السيء قدام الناس، ما يبغى يكون الشخص زي نقول الباد بوي اللي سوى المشكله، فبالتالي يقدر يسوي مشاكل كثير ويطلع منها، يقدر يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا ويخرب علاقه هذا بهذا ويخرب علاقه هذا بهذا علاقه هذا، وهو يعني ايش للانسان الطيب اللي يقول لا ليش تهاوشتوا، لا حرام، تعالوا انا اصلحكم، تعالوا انا وسيط الصلح. فبهالطريقه هو يفكر انه هو يظل يحافظ على الايمج، على الصوره حقته انه هو شخص جيد وانه هو خير وانه هو ما يحب الخلاف.
الأشخاص اللي يتفرجون على المشهد ما يقدرون يلقطون القصة، بس الشخص اللي تضرر من هذه العلاقة السامة يفهم إنه هذا شخص خبيث وهذا الشخص سام، وهذا الشخص يحتاج إنه يعني نتفاهم معه، ناخذ خطوات معه، مو معقول إنه يستمر بهذه الطريقة. عادة الأشخاص لما يواجهون مثل هذه العلاقة إنهم يختارون خيار إنهم يكونون بالمثل. يعني مثلا هذه اللي رمت عليها كلام، قالت إيه تجيك بنت يعني أسمرانية وتلبس فستان فاقع، بعدين هي تفكر هي وش لابسة، لابسة أسود وهي بيضة، أوكي تقولها إيه لا ولا أردى من كذا، بعد تجيك واحدة بيضة ولابسة أسود، هذا ما أدري وش تقولين عن الموضوع، فيضربون في بعض بهالطريقة. طبعا الشخص صاحب العلاقة السامة غالبا يخشى انه الموضوع يتفاقم، يخشى انه الموضوع يتفاقم، فايضا من خشية انه الموضوع يتفاقم هو يخشى انه شخص يرد عليه بنفس الطريقة، لانه معناها انا كفشتك، معناها انا عرفت طريقتك، معناها انا فتحت كل اوراقك، احرقت كل اوراقك، بس الناس مو شايفين ستيل، الناس مو عارفين ومو شايفين، معناها انا كشخص هي تكلمت عني او سوت لي شيء او سوت لي موقف، انا كشفت اوراقها قدامها وعلمتها انه انا عارفه هذه الورقه بس ما ضربت وقتها، بس انا اقول لك بنفس طريقتك. هذا خيار، ويعتبر خيار، انا اعتقد انه خيار سلبي، خيار سلبي. ليش ان الشخص اللي يقوم بهذه العلاقه السامه سيظل عنده مخ شغال، قد يكونون هذول اشخاص اذكياء على فكره، قد يكونون هذول الأشخاص أذكياء فكرياً مش مشاعرياً، يعني قد يكون عندهم آي كيو عالي مثلاً، فهذا الذكاء يخليهم يعني يكتشفون فكرة جديدة، يقدرون يطعنونك بطريقة ما، حتى أنت مرات ما تدري عنها إلا متأخر كثير، يعني مثلاً تقول لك واحدة أخت زوجي راحت لزوجي اللي هو أخوها وقالت له عن زوجته، قالت ترى زوجتك جتني وقالت الكلام الفلاني والكلام العلاني وقالت وقالت وقالت، بس ها انا ما بخرب علاقتكم، لا تقول لها ولا ولا ولا، قالها ابد. والزوج اتخذ مجموعة من القرارات بناء على هالقصة، القصة المؤلفة اصلا بناء على هالقصة، اتخذ مجموعة من القرارات وبناء على دخلت الحياة الزوجية في مشكلات ومشكلات ومشكلات، واستمرت سنوات من المشكلات. لما وصلوا لحافة الطلاق وقتها هذا الرجل قال انت يوم انك تروحين مع اختي وتقولين القصة الفلانية وتصير القصة الفلانية، تقول تتكلم عن ايش، اي قصة، اي اختك، هذا الحدث كله ما صار، هذه القصة كلها ما صار، اللي بنيت عليها حياتنا 4 سنوات وبهدلتنا فيها، هذه القصة كلها ما صارت. فهذه العلاقة مسمومة لكنها برضو ما هي مباشرة، يعني مرات هذول الأشخاص من ذكائهم للأسف أنهم يحبكون القصة وتأخذ وقت طويل في تدميرك، تأخذ مساحة، تأخذ سنوات، تأخذ أشهر وهي تشتغل ضدك هذه الفكرة أو هذه الطاقة السلبية، تشتغل تشتغل تشتغل، لما يوم من الأيام تكتشفها، فتقول زوجها وين أنت، ما صار هذا الشيء، ما قلت هذا الكلام، ما صارت هذه القصة بيني وبين أختك، كل القصة أصلا نصب، كل القصة تأليف، فين وين يلحق يروح يكلم أخته اللي تتذكر سالفة ولا تتذكر سالفة، يصحح 4 سنوات خربها من حياة الزوجية، كثير أشياء. طبعا بعض الأشخاص عندهم الحس أنه تعرفت على فلان واكتشفت أنه يقوم بهذا الدور اللي هي العلاقة السامة، يعني يحط كلام ضمن الكلام ويضرب فيني، يحط قصة ضمن القصص ويضرب فيني، يقلب الكلام بس ما يواجه ولا يهاوش ولا يضارب، يقول خلاص يا أخي الشخص هذا هو يعني ما ينفع وكذا، خلاص أنا قاطعة وأخلص القصة هذه وأنهي من حياتي. ليش؟ إنه هذا الشخص أول شيء ما عنده استعداد يضيع وقته يخطط ويسوي خطة سامة عشان يرد عليه، وبعد هي ما هي مرة ولا مرتين ولا ثلاث، تظل القصص متسلسلة ومتتالية. بالنسبة لي أنا أشوف الخيار كالتالي، أشوف إنه أنت عندك شخص يخشى الحقيقة
ويخاف الحقيقة ويخاف الوضوح، يخاف جدا من الوضوح، وهو يعتقد أن الناس خوافين. هذا شخص ذكي يعتقد أن الناس خوافين، يخاف من الوضوح ويخاف من الحقيقة، لذلك يمارس هذا الدور. والمشكلة الأكبر لما يكون شخص من العائلة، يعني خلنا نقول فرد من أفراد العائلة، لو قاطعته أنت بقية الأفراد ما راح يقاطعونه، فالكلام ستيل يروح يجي، والحياكة السم هذه تروح وتجي، وإرسال الطاقة السلبية يروح، يعني ما تخلص من القصة، ما تخلص. فلما تعرف أنه هذا الشخص، لما تعرف أنه هذا الشخص اللي يحب ستايل العلاقة السامة، يحبها تتناسب معه، يحس أنه ما يقدر يضارب، ما عنده هالشجاعة الكافية للمضاربة، خواف، ما عنده هالشجاعة الكافية للمضاربة، فهو يعتقد الناس خوافين، فيقدر يرميهم ويسكتون أو لكن عنده ذكاء عالي، فهو يقدر يحبك قصة ويقدر يحبك حكاية، وفي نفس الوقت هو يخاف الوضوح ويخاف الحقيقة، فما يقدر يعني يواجه شخص يقول له والله أنا زعلان منك عشان كذا كذا، لا ما يقولها. لذلك هنا دورك أنت أنك أنت تنتبه لنقطة الضعف هذه، أنه هو لا يريد الوضوح ولا يريد الحقيقة، لا يريد الوضوح ولا يريد الحقيقة. وطبعا هذا الشخص من الذكاء اللي هو فيه يعرف أنه أغلب الناس لما ينضربون هذا الضرب يا أما ينسحبون، يتفشلون وينسحبون، يسكتون ويتحملون كل العلاقة السامة اللي جتهم. الخيار الثاني للناس أنهم يضاربون، يعني بدأ يقول لا أنت واللي فيك واللي ما فيك وما أدري إيش، هي قالت عني، تقول لا أنا ما قلت عنك، أنا ما قصدتك، أنت فهمتيها كذا وهكذا. فكل الخيارين هذولا هما خيارين يتوقعهم هذا الشخص الذكي، لأنه يعرف يعني غالبية الناس إيش طريقهم إيش اتجاهاتهم. لكن طبعا غالبية الناس لا تفضل الحقيقة ولا الوضوح، هذه معلومة ترى خطيرة حتى تفهمها في العلاقات. غالبية الناس، أغلب الناس لا تفضل الحقيقة والوضوح في العلاقات، ما تفضلها مهما كانت علاقتك قريبة من هذا الشخص. دائما يفضلون الأشخاص أنهم يحطون فلاتر لا تظهر الحقيقة كاملة. لذلك أحسن طريقة للتعامل مع هذه العلاقة السامة أنك تضغط على هذا زر الضعف، انك انت تكون حقيقي وواضح. ما يحتاج الموضوع خلاف، ما يحتاج الموضوع هوشة، ما يحتاج الموضوع صراخ، ما يحتاج الموضوع انك انت تلم الحارة عليكم، ما يحتاج كل هذه الاشياء، ما تحتاجها. ولا تحتاج انك تشغل نفسك كل يوم تقعد تحيك لك قصة سامة اخرى، تشغل نفسك كل يوم كيف ترد على هذه الحياكة السامة بحياكة اخرى اذكى منها وابدع منها. فالحل انك انت تكشف الاوراق، انك تكشف الاوراق، وقدر الامكان انك انت تحتاج انك تكشف الاوراق امام شخص ثالث، امام طرف ثالث، بوضوح وبشكل حقيقي. يعني مثلا هذه البنت، هو مثال بسيط بس انه يعبر عن الفكره بكل، هاللي لابسه فوشي واسمرانيه ورايحه للزواج وفرحانه بنفسها وفستانها، فهذيك تقول لها ولا لما تجيك اسمرانيه لابسه لون فاقع وكذا، هي تقدر تقول لها ايش قصدك يعني انه اسمرانيه ولابسه فستان فاقع؟ انا اسمرانيه ولابسه فستان فاقع، هل انت تقصديني ولا الكلمه طلعت بدون فلتر وبدون تركيز؟ بعدين هي طبعا في ناس، في احد يسمع، في احد من تقول لا 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 ما اقصدك، ما تقدر تقول اقصدك لانها ما راح تتضارب مع احد. فهنا دورك أنت أنك تكشف الأوراق، بس مو بينك وبينه شخصياً، لا، أنت تحتاج طرف ثالث، لو حضور يتفرجون. أنت تحتاج دائماً لما تحس أنه شخص يكيد ويطلع من القصة، لا تضارب، لأن المقصد أنك تضارب، لأن المقصد أنه يوري الناس أنك شرير، انه يوري الناس انك فاقد لاعصابك ومجنون وما تقدر تضبط نفسك، وانك تحب الخلافات والهوشات، وهو الشخص الخير والجيد. الخيار اللي امامك انك انت تكشف الاوراق وتتكلم بوضوح عن ماذا حصل، هل قصدك كذا، هل تقصد كذا،
يقولك لا ما كويس انك ما تقصد، لاني بغيت افهم غلط. كويس انك ما تقصدين فستاني، الحمد لله، لاني بغيت افهم غلط، سبحان الله بغيت افهم غلط، بس كويس انك ما تقصدين. لو في نفس الجلسه قعدت وعادت القصه مره ثانيه بتقول تقصديني، تقصدين شعري، تقصدين ملابسي، تقول لا لا انت وش فيك انا ما اقصد، اوكي كويس لاني بغيت افهم غلط، لان نفس الفكره كذا. فالمره القادمه راح تفكر 100 مره، راح تفكر مليون مره انه هذه الاشياء اللي هي تعتقد انها ذكيه جدا وفكريه صارت واضحه قدام الناس، فما لها داعي انها تظهر في كل مره انها شخص شرير، ما لها داعي.